احنا فين دلوقتي؟ احنا في اخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اخر لقطة في حياة النبي وموقف امهات المؤمنين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه كانت صعبة عليهم؟ هنعيش معاهم اللحظات دي كأننا هناك معاهم جوه المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه المرض، جات له حمى شديدة بعد حجة الوداع، فكانت سخونية جامدة جدا. تدخل ستنا صفية رضي الله عنها وارضاها وتقول له يا رسول الله، كل أمهات المؤمنين مجتمعين، وتدخل ستنا صفية رضي الله عنها وارضاها وتقول له يا رسول الله، والله وددت لو أن الذي بك بي وأنت سليما معافى، يريت اللي فيك كان فيا يا رسول الله وتبقى أنت كويس. مين واقف ومش عاجبه كلام؟ ستنا عائشة راحت خبطة ستنا حفصة، بصي بتقولي. فالنبي شافهم عليه الصلاة والسلام فقال النبي، يا عائشة يا حفصة تتغامزاني، والله إنها صادقة. تقولي الكلام ده من قلبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعدين يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أين أنا غدا؟ هو أنا بكرة مفروض أبقى عند مين؟ لأنه كان كل يوم بيروح لزوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. إيه الأدب ده يا رسول الله؟ لما هو بيسألهم أين أنا غدا، هو نفسه يروح لستنا عائشة بس عاوز يستأذنهم. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ مفروض كان هو عند في الوقت ده يبقى عند ستنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. فقيل ميمونة يا رسول الله، فقال، أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ ممكن تأذنوني؟ أنا عمري ما ظلمتكم. فقالوا طبعا أذن لك يا رسول الله، طبعا يا رسول الله. فيجي سيدنا علي، يجي سيدنا العباس، سيدنا علي من ناحية وسيدنا العباس من ناحية، يشيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يمشي يا حبيبي، فيسندوه لحد ما يدخل على بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. وشويتين وقال لها، يا عائشة أصلى الناس؟ هي الناس صلت؟ فقالت، لا يا رسول الله ينتظرونك. فقال، أعينوني طب قوموني، لازم أقوم أصلي بالناس، يلا هطولي الوضوء. فجاي قوم، فما استطاع، فسقط مغشيا عليه، فجابوا قربة مية كبوها عليه، فصحي، فقال، أصلى الناس؟ فقلنا، لا يا رسول الله ينتظرونك. فقال، أريقوا علي الماء، طب وضوني ساعدوني. فوضوه، فجاي قوم، فما استطاع، فسقط مغشيا عليه. عاوزين يفوقوه، فكبوا عليه قربة مية تانية وتالتة ورابعة، فكبوا عليه سبع قرب صلى الله عليه وسلم، لحد ما فاق في المرة السبعة قال لهم، حسبكم، كفاية كفاية، مروا بأبا بكر فليصلي بالناس، أنا مش قادر. ستنا عائشة قالت، لا يا رسول الله. ستنا عائشة مش عايزة تصدق، قالت، يا رسول الله، أبو بكر مش عارف يصلي بالناس، سيدنا أبو بكر دمعته قريبة، مش هيعرف يصلي، يصلي ازاي؟ قال، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويطلع سيدنا أبو بكر ويبدأ يصلي بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. احنا النهاردة ايه؟ احنا النهاردة يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين، يطلع سيدنا أبو بكر يصلي صلاة الفجر بالمسلمين، سيدنا محمد مازال عند ستنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه، يسمع عن المسلمين بيصلوا الفجر، فيقوم يسند نفسه، لقى نفسه قادر يقوم، ستنا عائشة ما كانتش واخدة بالها، اتسند قام، وصل عند الستارة، فتح الستارة، شاف شكل المسلمين وهم بيصلوا، فرح، حس ان تعوه جاب فايده، كل المسلمين جماعه بيصلوا صلاه الفجر، فابتسم. الصحابه بيقولوا صلاه الفجر ضلمه، بس النبي لما فتح الستاره وابتسم فكانما الشمس طلعت علينا، فبقينا بنعمل كده واحنا بنصلي، حافظي قلنا خف صلى الله عليه وسلم، فبقينا بنعمل كده فرحانين، فقعد يعمل لنا كده بايديه، يعني ايه، كملوا زي ما انتوا، كملوا زي ما انتوا. وكانت اخر ابتسامه في حياته لصلاه الفجر. من فضلك لما بتصليش فكر تاني، اوعى صلاة الفجر دي اخر حاجة فرحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفل الستارة ومتتفتحش بعدها ابدا، ويدخل عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، وينام صلى الله عليه وسلم على الفراش بتاعه. فتيجي ستنا عائشة خايفة عليه جدا، شافته عمال يتصبب عرقا يتصبب عرقا، بتقول فقعدت افتكر اعمل ايه، هو كان بيعمل ايه في المرض؟ كان بيدعي الدعاء بتاع اللهم رب البأس، اشفي وانت شافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بتقول جبت ايده لان ايده اشرف من ايدي، وحطيت ايده على راسه وقعدت اقول الدعاء، اللهم رب البأس اشفي وانت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ففتح عينيه وشد إيده، قال لها، لا يا عائشة، لا ينفع الآن، قد كان في المدة
ومدة الحياة، أما الآن فلا. ستنا عائشة بتقول: فعرفت أنه ميت رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال لي قديما عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي يموت إلا ويخشى عليه، يغمى عليه كده شوية ويخيره الله بين الخلود في الدنيا والملك ثم الجنة، وبين لقاء الله ثم الجنة.